الاحتجاجات في شوارع فنزويلا من جديد. المعارضة قوية ولها من يدعمها. أمريكا القوة العظمى. السفارة الأمريكية المغلقة في العاصمة الفنزويلية تدين الهجوم وتبدي قلقها حيال ما يجري في البلاد من انتهاك للحقوق. تصدر بيانا تستنكر وتشجب وتحذر. الاحتجاجات هذه المرة تختلف عما سبقها. أنصار الرئيس نيكولاس مادورو كانوا بين الحشود. أطلقوا النار على زعيم المعارضة خوان غوايدو بحسب روايته. دكتاتورية اليوم كادت تقتلني. لقد أطلقوا النار. أطلقوا النار بالقرب مني. لكن هذا لن يجعلنا نستسلم. ولا اضطهاد أفراد عائلتي ولا اضطهادنا سياسيا. بالنسبة لنا لقد وضعنا حياتنا في خدمة هذه القضية. لكن شخصا واحدا لا يكفي. ولهذا السبب نحتاج إلى التوحد. نجا زعيم المعارضة من الموت. إطلاق النار تسبب بجروح لأحد المحتشدين. يحاول غوايدو إعادة الحشود إلى الشارع. حشود لا تبدو كثيفة هذه المرة، وكأن الشارع يقول كفى.